كل ما هنالك أن نصيبي من الميراث كان أنت يا وجه الشعب. أن ترضى بما قسم لك لا يعد استسلاماً. بالنسبة إلى المال فلا تقلق أبداً، لأنني لابد أن أجد عملاً يدر علينا مالاً. بل هو التحدي بعينه لتنتزع النجاح من براثن الظروف الصعبة. أنا القط صاحب الجزمة، ولقد أرسلني صاحبي ويدعى هبو لأقدم لكم طيور السمان عربون محبة منه. فرض بنصيبك، ولا سيما إن كان قطاً بجزمة. القط صاحب الجزمة في الأوقات التالية على أفلام.